بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 14 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة دائما للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، حياكم الله وبارك فيكم. بارك الله فيكم. وعلى بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال، حيث بعث بهذا السؤال حسن، وهو مصري مقيم في المملكة العربية السعودية. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما معنى الشرك بالله؟ وهل الذنوب والمعاصي واتباع الهوى يعتبر من الشرك؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معنى الشرك بالله عبادة غير الله عز وجل، للدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله حيا كان أو ميتا فهو مشرك، الشرك الأكبر المخرج من الملة. وهناك شرك أصغر مثل الحلف بغير الله، مثل لولا الله وأنت وما أشبه ذلك، فهذا من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة ولكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر وهو خطير. ومنه الرياء وهو أخطره، الرياء والسمعة في الأعمال الصالحة. فالمسلم يستعيذ بالله من الشرك، من الشك والشرك والكفر والنفاق كما في الدعاء المأثور، ويتجنبه. ولكن لا يمكن أن يتجنب الشرك حتى يعرفه ما هو وما هي أنواعه، حتى يتجنبه على بصيرة. وإذا لم يعرف معنى الشرك فإنه يقع فيه وهو لا يدري. فالواجب أن نتعلم عقيدتنا، تعلم ما هو التوحيد وما هي أنواعه وما هي مكملاته، ونتعلم ما هو الشرك المضاد للتوحيد وما هي أنواعه وما هي أسبابه ووسائله حتى نتجنبها. وأما سائر الذنوب والمعاصي فإنها لا تسمى شركا، تسمى ذنوبا. معاصي قد تكون كبائر وقد تكون صغائر، ولكن من سلم من الشرك فإنه موعود بالمغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. بارك الله فيكم. هذه أختكم أم صابر تقول: هل الوسوسة، وأنا مصابة بالوسواس، وإذا أردت الوضوء أحلف وأقسم ألا أكرر ثم أكرر هذا في كل وقت منذ سنوات، تسأل بارك الله فيكم، تقول: هل هذه من قوادح في العقيدة الإسلامية، وما هي الكفارة جزاكم الله خيرا؟ الوسواس من الشيطان، والشيطان عدو للإنسان، وهو يحضر عند العبادات عند الصلاة يشوش على الإنسان صلاته ويخرجه منها بالأفكار ويصرفه عنها مهما استطاع. يحضر عند الوضوء، الوضوء له شيطان خاص يسمى بالولهان، يستعاذ بالله منه. من أصابه شيء من الوسواس فعلاجه بالاستعاذة بالله من الشيطان، وعلاجه أيضا برفض الوسواس وتركه وعدم الالتفات إليه، ثم يذهب بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال آخر من الأخت فاطمة من المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. تقول: السلام عليكم، أنا بهت إنسانا من غير قصد وتكلمت بالكلام وأنا في حالة غضب وخوف شديد، والآن أنا نادمة أشد الندم ولا أستطيع أن أقول لتلك الإنسانة إني بهتك لأنه قد تحدث مشاكل، فماذا علي أن أفعل؟ إذا كان الأمر كما ذكرت تخشين لو أخبرتيها وطلبت منها المسامحة أن يحصل ما هو أشد منها، فعليك بالثناء عليها بالمجالس والدعاء لها. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما هي أعظم الأسباب لبر الوالد وأن يكون هذا البر عظيم؟ أعظم الأسباب معرفة حق الوالد وأن الله جعله بعد حقه تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
شيئا وبالوالدين إحسانا قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك. حق الوالد يأتي بعد حق الله المنزلة، وحقوق الوالد يأتي بعد الشرك في الخطورة والعياذ بالله. عليك أن تبر بوالديك، وإذا تذكرت هذا عرفت قدر الوالد وحقه عليك وعرفت خطر العقوق فإنك تتجنب حقوق الوالد، تتجنبه، تحذر منه. وعليك أن تتصور، تستحضر ما بذله الوالد لك وأنت صغير، ورباك وغذاك، تعب عليك، تتذكر هذا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: ما هي أسباب إجابة الدعاء بسرعة؟ يعني السرعة ما عند الله، ما تدري، ربما لا يكون الاستجابة بسرعة من الله، إن الله حكيم عليم يعلم مصالح عباده، فإذا كانت مصلحة العبد بتعجيل الإجابة عجلها له، وإذا كانت المصلحة بتأخيرها أخرها. ومن أسباب قبول الدعاء الإخلاص لله عز وجل، فادعوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدعاء ولو كره المشركون، فتخلص لله في الدعاء. كذلك من أسباب قبول الدعاء استعمال الحلال في الملابس والمآكل والمشارب وترك الحرام، فإن أكل الحرام واستعمال الحرام يمنع قبول الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا سؤاله الأخير، ولكن قبل ذلك حفظكم الله، هناك من يستبطئ الإجابة، فما حكم ذلك حفظكم الله؟ هذا مخطئ اللي يستبطئ، أنت عليك الدعاء والإخلاص لله عز وجل في ذلك، والقبول عند الله سبحانه وهو أعلم بمصلحتك، فقد تكون المصلحة في تأخير الإجابة وأنت لا تدري. نعم. سؤاله الأخير يقول: ما هي أعظم الأسباب التي تجعلني لا أظلم الناس ولا الناس يظلمونني بأي شيء من الأشياء في الدنيا كلها؟ أن تعرف معنى الظلم، لا بد أن تعرف معنى الظلم وأنواع الظلم حتى تتجنبها. نعم. بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر، أبو فيصل من الرياض يقول: إذا عملت العمل فأحببت أن يمدحني الناس، هل هذا من الرياء؟ جزاكم الله خير الجزاء. هذا هو الرياء، لا تعمل العمل طلبا لمدح الناس، وإنما تعمله لله عز وجل، أن تكره أن يمدحك الناس. أما إذا مدحوك بدونك أن تتطلع لهذا فهذا من عاجل بشرى المؤمن كما في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال آخر من أحد الإخوة، رمز لاسمه بمحمد صالح من تبوك، يقول: هل يعذر بالجهل في مسائل التوحيد من لم يبلغه الحكم؟ بمعنى عندنا في بعض القرى ينتشر الضعف في التوحيد، فما حكم ذلك لدى عامة الناس خاصة؟ التوحيد والشرك والزنا والربا هذه من الأمور الواضحة، من الأمور الواضحة التي لا يسع المسلم جهلها، وهو يسمع القرآن، يسمع الأحاديث، يسمع المواعظ في المساجد وفي الدروس وفي برامج الإعلام، فهو ليس معذورا، زال الجهل. إنما يعذر بالجهل في هذه الأمور من كان منقطعا عن العالم ولا يصل إليه شيء ولا يسمع شيئا. وأما من يختلط بالعالم ويسمع وسائل الإعلام فهذا ليس له عذر، بلغته الدعوة وبلغه الإسلام، بلغه النهي عن الشرك، وبلغه الأمور الظاهرة والأمور المعلومة من الدين بالضرورة. نعم. أحسن الله إليكم. هذان سؤالان من المستمع أبو مريم من جدة، يقول: هل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أنواع الاستغفار؟ لا، الاستغفار طلب المغفرة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها طلب الثناء عليه من الله عز وجل، الصلاة من الله ثناؤه على عبده، أنت تطلب من الله أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وأما الاستغفار فهو لك، أنت تطلب شيئا لك لأن يغفر الله لك ذنوبك. وأما الصلاة على النبي فهذه من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ليست حقا لك، هذه حق للنبي صلى الله عليه وسلم علينا. نعم. الاستغفار يعتبر من الذكر يا شيخ؟ نعم، هو من أنواع الذكر. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز صلاة الاستخارة بعد أداء صلاة الفريضة؟ ليس لصلاة الاستخارة وقت محدد، متى ما احتاج إليها صلي ركعتين ويدعو بعدها بدعاء الاستخارة. نعم. أنتقل إلى سؤال آخر حفظكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز تشغيل القرآن في البيت لطرد الشيطان مع عدم الاستماع له؟ يا إخواني، تلاوة القرآن عبادة، والعبادة لا بد أن يقوم بها المسلم، ومن ذلك تلاوة القرآن، يقرأ القرآن هو أو يأمر من يقرأ القرآن إخلاصا لله وطلبا لثواب التلاوة. وأما المسجل فهو
التشريط لا يؤدي المطلوب ولا يحصل به المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال آخر من فاطمة من القنفذة تقول: السلام عليكم. ورد عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي كان إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وبآية تعوذ تعوذ. فهل من الصحيح أنه إذا قرأت قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية أتوقف عن القراءة فأصلي وأسلم على النبي ثم أكمل القراءة؟ نعم. وكذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل كان إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية وعيد تعوذ، وإذا مر بآية ذكر للجنة سأل الله عز وجل. هذا في صلاة النافلة في صلاة الليل. نعم. أبو عبد الله من جدة يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، هل هناك طريقة للخشوع في الصلاة؟ لأني حفظك الله أسرح كثيرا في صلاتي. أسباب الخشوع كثيرة، منها استحضار النية عند الدخول في الصلاة، وأعظمها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بعد الاستفتاح، ومنها أيضا أن لا تدخل في الصلاة وأنت مشوش الفكر، ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة طعام أو وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، ونهى عن الإسراع عند المجيء إلى الصلاة يمشي عليه السكينة، لأن الإسراع يشوش عليه صلاته، فيعمل الإنسان أسباب الخشوع. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل أبو محمد من الرياض يقول: اشتريت أرض ونويت أبنيها سكن لي، ولكن لم تتوفر عندي سيولة، وقلت إن حققت سعر جيد أبيعها وأشتري بيت جاهز، هل عليها زكاة مأجورين؟ إذا نويتها للبيع ومر عليها سنة بعد النية إنك تثمنها بما تساوي وتزكيها إخراج ربع العشر، أما إذا بنيتها أو بعتها قبل تمام الحول فإنها ليس فيها زكاة. نعم. أحسن الله إليكم. محمد من مكة المكرمة يقول: هل يجوز لي جمع نية صوم التطوع وصوم كفارة الحلف كصوم الأيام البيض مع نية قضاء كفارة الحلف؟ لا يصلح هذا، الحلف واجب، تصوم له صوما واجبا، إذا عجزت عن الإطعام والكسوة تصوم له صوما واجبا، ولا تأتي بالنفل تحتسبه عن الواجب، هذا لا يجزي. إذا أردت زيادة الأجر تصوم الأيام التي يشرع صومها ويستحب صومها، وأما صوم الفرض فهذا تؤديه بنية الفرض. نعم. أنتقل إلى رسالة أخرى بعثتها الأخت أم سعد تقول: في بعض الأوقات أقبل على الطاعات كالصلاة وقراءة القرآن والذكر، وبالذات عندما أمر بضائقة وهم أو مشكلة زوجية، وأكون خاشعة باكية أحس بعظمة الله عز وجل، ولكن عند زوال هذه الأشياء أنشغل بالأولاد والبيت والزوج وغيرها، وأصبح فاترة في خشوعي وفي صلاتي، هل أنا آثمة بذلك؟ لا، لست آثمة بذلك. معلوم أن الحاجة إلى الله عز وجل توجب الخشوع له والبكاء بين يديه، وأما إذا استغنى الإنسان فإنه يغفل أو يعرض، ما أن يغفل وإما أن يعرض عن الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يذكر الله دائما في كل أحواله، بغناه وفقره وصحته ومرضه وحضوره وسفره وجميع أحواله. نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خير. أنتقل إلى سؤال آخر حفظكم الله. المرسل أبو بدر من تبوك يقول: سؤالي: هل زكاة مالي تجوز أن أعطيها أختي المتوفى زوجها وعندها مجموعة أولاد جزاكم الله خير الجزاء؟ إذا كان عندها أولاد خصوصا عندها ذكور من الأولاد وهي فقيرة فهي أحق بزكاتك من غيرها، لأن الصدقة على القريب المحتاج بأجرين: أجر الصدقة وأجر الصلة. نعم. أحسن الله إليكم. السائل عبد قاسم من بني مالك في المنطقة الجنوبية يقول: عمي له دعاء بعد صلاة العشاء ويسبح ويقرأ الفاتحة على أصحابه الأموات ويسمي بهم فلان ابن فلان وفلان بنت فلان وهكذا، فما حكم هذا العمل؟ قراءة الفاتحة وإهداء ثوابها للغير من أحياء وأموات لا أصل له، وهو بدعة، لا تقرأ الفاتحة ولا غيرها من القرآن للأموات، إنما الدعاء لهم تصدق عنهم الحج والعمرة عنهم هذا وارد في الأحاديث، وما عدا ذلك فلا دليل عليه. تخصيص العشاء
بالدعاء ما بعد العشاء، تخصيصه بالدعاء من غير دليل هذا أيضا ينبغي أن يترك. الدعاء دائما في كل وقت، في أدبار الصلوات كلها، في الأوقات الفاضلة، في الصباح والمساء. نعم. أحسن الله إليكم. محمد عبد الله من تبوك يقول: الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويقدم من يشاء ويؤخر من يشاء، ولا يهلك على الله إلا هالك. هل للإنسان جزء من الاختيار أو المشيئة؟ هل هو عبد صالح أم هو ضال أم عاصي؟ هذا السائل يسأل نفسه: هل يستطيع أن يمشي، ويستطيع أنه يأكل ويشرب، ويستطيع أنه يطيع أو يعصي؟ لا شك أنه سيعرف أنه يقدر على هذه الأمور كلها. والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء بأسباب من العبد. الله يهدي من يصلح للهداية ويدعو الله الهداية ويسلك سبيلها ويوفقه، ويضل من لا يريد الهداية ولا يحبها ولا يحب الخير، الله يضله. أما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. عبد الله من جدة يسأل بارك الله فيكم، يقول: والدي كبير في السن ويطالبنا بأن نعطيه المال وكثيرا ما يتصدق بها أو يضعها في غير ما حلها مع حاجتنا لها، فهل ندفعها له؟ إذا سألكم شيئا تقدرون عليه وهو كما ذكرت تصدق به ويفعل الخير فساعدوه على ذلك، وهذا من البر به وإعانته على البر. أما إذا كنتم لا تقدرون على هذا فاعتذروا إليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو القول الراجح في قطع المرأة للصلاة في الحرم؟ يا أخي، المرأة وغير المرأة، المرور في الحرم جائز بين يدي المصلين لأمرين. الأمر الأول أن سترة الإمام في الفريضة أو في صلاة التراويح أو غيرها من صلاة الجماعة، سترة الإمام سترة لمن خلف، فلا يمنع المرور إلا بين الإمام وسترته فقط. الأمر الثاني أن الحرم زحمة وضرورة، كل ما اشتد الأمر اتسع ولله الحمد، فلا مانع من ذلك للضرورة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: نعلم بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ولكن هل ورد شيء بتخصيص آخر خطبة الجمعة بالأمر بالصلاة عليه، حيث أن هذا الأمر شائع؟ هذا الأمر هذا محدث، والأصل أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بعد الشهادتين: أولا الحمد والثناء لله عز وجل، وثانيا الشهادتان، وثالثا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، ثم يأتي موضوع الخطبة، ثم يأتي في آخرها الدعاء للمسلمين ولولاة أمور المسلمين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.